تمكن شبان متطوعون من قرية زنتوث بأعالي بلدية ثمريجد في بجاية من تحويل منطقة غابية إلى وجهة سياحية ساحرة، وصنعوا منها وبإمكانياتهم الخاصة شلالات تثير الإعجاب والتأمل في المناظر الجميلة. التفاصيل مع رباح صايش وحميد عوادي. Je découvre un super lieu. C'est un superbe projet réalisé par les jeunes. Et franchement, c'est une superbe initiative. هكذا كان رد بعض الزوار على مبادرة شباب منطقة زنتوث في بلدية تبريجد ببجاية، والذين نجحوا في تحويل مصب مائي لوجهة سياحية تجلب الأنظار، وصنعوا منها وبإمكانياتهم المحدودة شلالات تثير الإعجاب بجمالها الساحر. بدينا الخدمة بشوية بشوية، درنا لي بلون حنا درناهم، البوكلة حنا جبناه، حنا خلصناه، كلش خدمناه من جيبنا، والشبيبة اللي راهم هنا كاع كل واحد عاون باش قدر، عاونونا كاع يعطيهم الصحة وقفوا معنا في الأورغانيزاسيون في النيتواياج في الوقت البوكلة في الخدمة، درنا لي باسرال هذوك اللي راهم لتحت عاونونا كاع باش خدمناهم. هي واحدة من المبادرات الفريدة، خاصة أنها تتزامن والرغبة في تطوير السياحة الجبلية لما لها من قدرة في استقطاب السياح، مبادرة تستحق التشجيع بمساعدة السلطات. بلديات ولا شوية ينقوا شوية يعاونوا شوية يمدوا الإمكانيات لي جون، يمدوا لهم ناس تخدم، يمدوا لهم شوية يعاونوهم. الطريق هنا يعني باش وصلنا صعيبة شوية. يعني نطلبوا يعني من السلطات تخدم لنا طريق شاب. وبلادنا عندنا السياحه بالك خير من البترول هذا والحوايج هذه، رانا نستثمروا في السياحه احسن. هم ثله من الزوار المكتشفين لهذه الوجهه السياحيه حديثه النشاه، في انتظار التفاته المسؤولين لدعم مبادره الشبان وجعل فكرتهم بالمنطقه قطبا سياحيا بامتياز.